السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد ان شاء الله يكون متميز من برنامجكم الفني واليومي باتش وورك فرحان انني كنتلاقى معكم يوميا باش نقدم لكم ونبارطاجي معكم شي بركه من الاخبار الاعمال والمستجدات ديال الساحه الفنيه الساحه الديجيتال والساحه الثقافيه بطريقتنا كالمعتاد تانستالو مع راسكم وزيدوا في الصوت ها حنا معكم ومرحبا بنا ضيف حلقه اليوم ماجيسيان تالونتيو وعنده عده مواهب اخرى كذلك مدرس ديال اللغه الانجليزيه ان تعرفوا عليه على بعض الخدع وربما الاسرار ديال الخدع وكذلك الطريقه ديالو في التدريس معنا ميلود الفرخ السلام عليكم ومرحبا بك الله يبارك فيك اسامه شكرا بزاف على الاستضافه صافا لاباس عليك لا مزيان بخير الحمد لله الحمد لأ لله اول حاجه نتفقوا عليها خويا ميلود <applause> لا ماجيب العربيه لا ماجيب الدارجه كيفاش ممكن ترجموها واش الخدع البصريه واش الخفه لعب الخفه العاب خفه كيفاش كترجم كي العاب الخفه كاين واحد الجدال على المساله اه كيقولوا كي العاب الخفه حيت هي اللي هي سميه اللي ماشي قدحيه حيت كاينه ديك السميه ديال السحر فهمتي وكيمشي بال بنادم مع لا ماجي نوار مع شي حوايج اللي هما خايبين دونك السميه اللي كيوت بالنسبه لا ماجي هي العاب خفه بديتي بلونجلي من دابا ياك باش نوصلوا المساج العاب خفه ولا لا ماجي مداوله حيت انت ملي كيقدموك قبل ما تطلع فوق الخشبه كيقولوا ميلود لو ماجيسيان وقيله هذه السميه باش تشهرتي ميلود لو ماجيسيان فوقاش كانت البدايات في لا ماجي تقريبا 2013 تقريبا 2013 باش بديت ومازال الحمد لله حتى لدابا وكيفاش آه... كي... علاش اختاريتي لا ماجي النهار الاول في 2013 دابا دب... دابا لا ماجي بديتها فعليا في 2013 مم. ولكن لانتيغي او الاهتمام ديالي لا ماجي بادي من شحال هذه يعني كنقول لك تقريبا من الخامس ابتدائي ولا السادس ابتدائي كنت اول مره أتفرج في هاري بوتر تفرجت وشفت واحد اللقطه فين عطاوهم كاس وعطاوهم الماجيك وند عطاوهم العصا السحريه وعطاوهم واحد التعويذه باش يبدلوه الفار اوكي ومشيت كنحفظ ديك التعويده اها هذه ما عمري قلتها ومشيت هزيت واحد لافاكيت وبديت انا كنعرض ديك التعويده وكنتسنى بصح يولي فار <applause> قلتي واقيلا راني صدق قلت غتقدر تصدق سبحان الله شفتي التاثير ديال الافلام وديال الافلام كان عفوي ما بزاف كان عفوي ده بزاف الاهتمام في هذيك الوقيته الاهتمام في ذيك الوقيته كنت كنتفرج في في العاب مشروحين كيفاش كيداروا كي وملي كنبغي نطبق ما كنلقاش بعض المرات الادوات ولا الوسائل متاحه يعني كيخدموا مثلا شي حوايج اللي هما مخصصين يعني ما كيخدموش براندوم اوبجيكت كيف ما كنقولوا ما بكاس عادي ما كيخدمش عاديه عندهم الزاكسيسوار ديالهم كل لي زاكسيسوار ما كانوش متوفرين عندي وبالتالي كنت كنكتفي بانني نتفرج 2013 بديت فعليا كندير شي حوايج وكنشارك مع صحابي مع الدار كل مره بالنسبه دابا ميلود لي اللي كيعاودوا على الاسرار ديال لا وكيفسرو دي ماجي وكيفسروا آه، لي تور دو ماجي الخفايا ديالهم والكواليس ديالهم واش كيتحسبوا في لا آه، فرشوا لا كوميونيتي وعطاو الاسرار ولا بالعكس عندهم واحد الاهتمام اكبر واحد الجمهور مم. اكبر كاين جوج ديال الحوايج كاين الفرق ما بين الشرح ديال الاسرار لا ماجي وكاين الفضح دابا ديك كلمه فضح كيستعملوها واحد الناس اللي ما عندهمش اخلاقيات ديال هذا المجال وما داخلينش في هذا المجال كيكونوا غالبا متطفلين ولكن باش تشرح واحد الاسرار وتوصل بهم واحد الرساله وتعلم بهم واحد المهاره بحال دابا انا لا ماجي دوزت واحد المده من حياتي وانا كنعلمها للناس اللي كيعانيوا من واحد الخوف الاجتماعي الناس اللي ما كيقدروش يهضروا مع ناس ما كيعرفوهمش الناس اللي كيخافوا يهضروا اون بوبليك يعني لا ماجي كانت واحد الاداه اللي عاوناتني نعلم سوفت سكيلز such از كوميونيكيشن بوبليك سبيكينغ يعني مثلا ميلود الناس اللي كيحشموا شويه عندهم واحد الخجل أه ولا ما عندهمش الجرأه بما في الكفايه أه لا ماجي ممكن تعاونهم كتعاونه. كتعاونهم كتعاونهم لان كتعطي واحد شويه ديال الثقه في النفس زايده كيحس براسو وهو عنده واحد الحاجه اللي ما عندش واحد اخر طبعا الحال ما خصوش يوصل للغرور يعني خصو يضبط انه يكون تايق في راسو راه عنده واحد الحاجه اللي واحد اخر ما كيعرفش كي ليها دونك يقدر هو يقدمها ليه نو جيكس بيلي بحال شي كادو بحال شي هديه مم. كتجي كيكون بنادم يقدر يكون مبرزات ما عجبوش الحال كدير ليه واحد لافيد ماجي كيضحك كي تيفوج كتخرجوا من واحد الجو كتدخلوا في واحد الجو يعني واحد الحاجه زوينه هذاك الشيء كيعطيه كي واحد الثقه في النفس وحتى التفاعل ديال بنادم معاه كيزيد يعزز ديك الثقه في النفس وهادو كانوا حالات دازوا عندي واش خدمتي وطورتي الجانب ديال التواصل ديالك لانه الهضره ولي بانش لاين بعد المرات ديال لي ماجيسيان مهمين واقيلا مهمين درجه او بنسبه 70% او 80% لانك بديك الهضره بحال كنقولوا كتاكل الدماغ ديال المتلقي دابا فرشتك انا درت الفضح ماشي الصراحه كتاكل الدماغ شويه ولا كتديتورني الانتباه ديال المتلقي باش انت دير خدمتك دير النويمرات ديالك هو لا ماجي عاونتني نطور من التواصل ديالي مع الناس عاونتني نتعلم نسمع للناس وعاونتني نعيش الناس في واحد القصه مم. الا بغيتي نعاود لك واحد القصه ل... صغيره باش نوصل لك الفكره ديال هذه القضيه دي. كنت في واحد لو دخلت كاين جوج الاباء معهم بنيته صغيره انا في ما كيكونوا الاباء معهم وليدات صغار كنبدا بالوليدات الصغار هما الاولين كنعطيهم يختاروا مثلا كاخت ولا كنعطيهم ي... يد... ندير معهم لافي هما الاولين مشيت عند البنيته قلت لها خذي شي كارطه قالت لي ما كرهتش كيفاش ما كرهتش بقيتها عميه داكو. ما عرفت ما ندير آه. والديا كيشوفوا فيا واحد الضحكه صفراء شنو درت دوك البانش لاين اللي قلتي قلت لها شي حاجه في ودنيها نط وقلت لي دابا ياك البنيته ديالك عميه ما كتشوف شنو كندير مزيان غنشد لي غن غن كارت غندمصهم غنهز الكارطه غتعرفها هي واش كحله ولا حمراء بلا ما بلا ما تغلط ولكن على حساب شنو قلت لها في ودنها انا غادي نرجع غادي نرجع بقيت كنهز لي كارت كتقول حمراء كحله حمراء كحله, كحلة. حمراء تسالينا ما غلطات في حتى وحده كانوا صحاح كاملين المصر. كاملين صحاح وباها هم ما فهموا والو انا شنو قلت ليها قلت لها ملي نعفط عليك في رجليك قولي كحل ملي ما عليك قولي حمر هما كانوا جالسين في الطبلة دونك الطبلة وانا جالس معاهم ما شافوش دونك تنهز الكارطة حمراء كنعفط عليها كتقول حمر ما كنعفطش كتقول كحلة تسالت هكا عاشوا واحد القصة اللي ماشي مهم اللي في فيها ولكن اللي مهم هو شنو قلتي ليها وشنو درتي دونك واقيلا الحواس كاملين كيخدموا كاملين السمع كل شيء الهضره ميم الحاسه السادسه البصر الى اخره برافو برافو مزيان دابا انت واقيلا ميلود كتخدم بفضل الله ماجي باش دير واحد التلقين واحد التدريس ربما بيداغوجي قبل ما نتكلموا على هذا لا سبيسياليتي وهذا التخصص دولينا بعدا على العلاقه ديالك مع خوك الصغير اللي آه ولا ستار دابا اه بيان كنسلموا عليه فاروق خويا فاروق خويا فاروق كنت بحال بحال الا دوك, أو دوك لي ميثود اولا دوك الحوايج اللي انا كان, كان بتاكر ولا كما تنقولوا اي كي ماب ويز كان كنجربهم معاه هو الاول لانه خويا وقريب ليا وفي مجال تحكمي يعني حتى الا درت شي حاجه معاه غلطه غنقدر نسترجع نقدر نقدر نريكوبيري نقدر نريكوبيري دونك كنت نجرب معاه بزاف ديال الميثود ولقيت انهم خدامين بدا كيتعلم بزاف ديال الحوايج بواحد الطريقه اللي هو ما كيحسش براسو اصلا كيتعلم كيحس براسو كيلعب كيحس براسو كيضحك تيفوج لدرجه هو ملي كندخل كيفرح تيقول لي اجي نديرو فيديو اجي ندير يعني ما كيحسش براسو تيتعلم بحال داك الشيء التقليدي غير شي فلوس كتفوز عليه وفي نفس الوقت كتعطيه معلومه ولا ضروري الا ما زدتيش ديك ال... ديك المتعه وانت كتلقن المتعه بالطريقه ديالك بطبيعه الحال ماشي ضروري لا ماجي لا ماجي كانت الاختيار ديالي لانني واحد الحاجه كنتقنها يعني الا ما زدتيش واحد المتعه الشيء اللي انت كتلقى الناس حاجه طبيعيه انهم يملوا سواء صغار او كبار في التدريس البيداغوجي ديالك كتقري اللغه الانجليزيه واش كنستعمل لاماجي كنستعمل لاماجي وشكون هما الطلبه ديالك كنستعمل لاماجي مع الوليدات الصغار باش نوصل الفكره م -م. وكنستعملها مع الناس الكبار باش نكافئهم على المجهود ديالهم اوكي انا تاك بحالهاش دابا عندي الوليدات الصغار نقدر مثلا عندي هنايا واحد الكره حمراء في التليفون غادي ندير لها كتخرج دونك هاد الكره غادي نحتاج منها جوج <applause> هنايا نقدر نشرح لوليدات الصغار الارقام من واحد حتى ل 10 بالانجليزيه كيفاش نقدر نشرح لهم بطريقه تقليديه نوريهم الارقام ونبقى نحفظهم وداكشي ولكن نقدر عاوتاني نستعمل معاهم لا ماجي نبقى نقول له حسب معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هكا ها هو كيحفظ الارقام وهو كيقول كي لي عاودهم باش يعاود يشوف لي في حيت باغي يفهم دونك ها هو بلا ما يحس غيكرر غي هذا الشيء بلا ما نقول لك انه ملي غادي نعطيه هاد, ل... هاد باش يلعب هو غيبقى يكرر الارقام وهو كيلعب كي وما غاديش تصدق ليه وغادي يعاود حتى مم. نشرح ليه انا كيفاش في نفس الوقت كي اكتشف واحد لو جو واحد لو نيميرو دو ماجيب الكرات اللي ملونين دونك هذه اتيري لا وفي نفس الوقت كيقول اه راح راني كنتعلم الارقام غير كيلعب هو حتى كيلقى راسو تعلم أه وهاد لي لي زاتولي كديرهم في شي بلاصه في شي مركز ولا عن بعد في انترنت؟ أه كاينين كاينين بزاف عن بعد أه وكاينين وحدين اللي كندور على المدن مم. وكنديرهم يعني كنشوف مثلا دي اسباس اللي كنكولابوري معاهم وكنديروا هاد لي زاتولي تري يعني. بيان دونك مثلا مدارس ولا دي اوبن أه ممكن يعيطوا لك يتواصلوا معك وان شاء يا اوفير لكاع الاقتراحات ما كرهناش دير لنا شي نميره واحده اخرى ولكن أوكي. من بعد ما نكتشفوا الجديد ديال الفنانه والنجمه منال اللي دارت واحد ديو مع عصام النجار وصوروا الفيديو كليب مع ريحاب في المغرب نكتشفوا مقتطف إنتاج يونيفرسال عربيك ميوزيك وكذلك Republic ريكوردز فيديو كليب اللي تشاف ظرف خمس أيام أكثر من ستة ديال المليون ديال المشاهدات نرجعو دابا عند ضيف حلقة اليوم اللي هو ميلود ماجيسيان وميلود الفرخ ووعدنا المشاهدين والمشاهدات أنهم يكتشفوا شي نوميرو دو ماجي واحد آخر بسم الله مرحبا دونك غندير واحد النيميرو بسيط غنحاولوا نحضيو معاك مزيان وهذا هذا لو نيميرو ديالي م -م. دونك هذا صوبته انا لوغو كل شيء ديالو كونسيبسيون انا غادي ندير معاك واحد اللعبه بلا فلوس دابا هذا ندير فلوس عندي اللاص ديال البيك هنا اوكي وعندي هنايا ربعه القلب وي شنو اللي تبغي اللاص ولا الربعه بغيت الربعه الربعه الا خديت هنايا الكات دو كوغ هي ربعه القلب شنو بقى عندي هنا لاص هذا هو اللاص كاين هنا <applause> ركزوا معايا ركزوا معايا وزومي ويا الكاميرات <applause> سير انا حاضي معاك دابا نعاودوها بفلوس <applause> لا ما نعاودوهاش بفلوس انا خسر نطلع خاسر في هاد <applause> شوف انت عندي عندي اللاص سير وعندي ربعه القلم ركزوا معايا الجمهور دابا دابا بغيت نعم. اللاص بغيتي اللاص ها هو اللاص هنايا اوكي دي انا غادي نبعدو انت غادي آه. نبعدو دابا بطاتي كاع الحركه نورمالمون هذا الكاتخ لا لا الكاتخ كاين انا ما تبعتيش معايا غادي يعصبنا هذا اوكي مزيان برافو واخا ماشي مشكل ماشي مشكل انا شي حاجه بسيطه هادشي هذا صعيب شو. شوف آه مثلا باش هضرتي معايا على التلقين لوليدات الصغار مثلا من الحوايج الاولانيه اللي كنعلموا الوليدات الصغار هما الالوان والاشكال مم. الالوان والاشكال كاين بزاف ديال الطرق باش كيتعلموا كاينين الالعاب كاينين بزاف ديال الحوايج زوينين انا حاولت ندخل فيهم تالا ماجي دونك هنايا يعني عندي واحد لي كارت اللي تاهما ديالي يعني. فيهم اشكال وفيهم الوان مختلفه ثلاث مربع نجمه كنجي مثلا كن كن لي فيشنا هو انني نقدر نخلط بحال هكا لي كارت ما نعرفش انا الترتيب ديالهم <applause> ياك والشخص اللي قدامي او اللي يتصلي قدامي مثلا ياخذ هذا ياك داكور كافي انا مدور وجه فهمتش اوكي شفتيها مزيان اه ويخلط ما نعرفش اشنو اختار ومن ندور نقدر نقول ليه غي قول هذاك اللون فراسك بقا تقولوا فراسك ما تقول والو شوف فيا وقول داك اللون فراسك بقا تعاودو تعاودو جرين 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 فهمتي برافو هكا ها هو كيتدرب على انه يقول ذاك اللون في نفس الوقت شافو وربط الصوره ديالو مع السميه ديالو وتعلم شكل جديد وعاش واحد التجربه ديال ماجي اوكي يعني هادشي كامل داخل في واحد لو بروجي اللي خدام عليه دابا ان شاء الله وأنا نصاوب واحد لي باك اللي فيهم دي زيفي د ماجي مع الكتوبه مع دي سي دي اللي فيهم السامع وفيهم فيديوهات كيشرحوا كيفاش دير هاد لي زيفي خاصين بالاباء يعني غيولي الاب يشري هذا الباك يتعلم دي زافيد ماجي اللي باش يلقن ولده الانجليزي في <applause> الوقت يجلس مع ولده ويلعب مع ولده ويدرس ولده بطبيعه الحال تري يعني بيان مازال شي باركة ولا مازال أه شي بركه نختموها نختموها ماشي مشكل نختموها بالسي مع السي اسامه دونك غادي تجي لعندي دابا فهمتي أه نقرب لك ماشي مشكل سير هذيك ورقه ديال ثلاثه مكتوب كير كير هو الاهتمام كير ديال التفكير يعني أه. اه باش كنبغي نقولوا مثلا شي واحد تهلا في راسك ولا رد البال لراسك بالانجليزي كنقول ليه تيك كير تيك خود تيك كير غنجي غادي نقول لك السي اسامه تيك كير اوكي اوكي مم. اه تيك كير السي اسامه هاتك يا مشاش ان شاء الله ان شاء الله برافو عليك ميلود واكيد شكرا. انت كطور كتطور نهار من بعد نهار تقنيات ديالك وكتعلم وهذا وكت هو الجميل عندك هو انك ما كتعقش على التعلم حتى هي كتشوف تعلم شي حاجه جديده وبغيت نسولك علاش اختاريتي لونغلي كان ممكن تكون الفرونسي الاسبانيول علاش لونغلي سلاش لا ماجي حيت <applause> لونغلي هي باش تعلمت لا ماجي <applause> في البدايه ديالي ما كنتش كنعرف لونغلي يعني والو ما كنفهم فيها والو وكان عندي داك الشغف ديالي لا ماجي ملي كنت كنتفرج كنلقى الريسورسز ار ليميتد يعني الـ المصادر محدوده قليله المصادر قليله ومحدوده الا كنت كنقلب اللغه الفرنسيه ولا بشي لغه واحده اخرى ولكن مصادر باللغه الانجليزيه كثار كاينين لي دي في دي كاينين لي ليكتور كاينين الكتوبه كاين بزاف باش تعلم <applause> دونك كنت بحال الا مجبر انني نتعلم الانجليزيه باش نطور المستوى ديالي في مم. في لاماجي واليوم عندك منصه ديال تلقين اللغه الانجليزيه كاينه منصه ديال تلقين اللغه الانجليزيه سميتها امبروف your انجلش واللي ما خدامش فيها بوحدي اللي خدامه معايا تيم فيها الحمد لله أه واللي كنبغي نشكر منها المنتور ديالي ما غاديش نقول سميتو ولكن راه عارف راسو ملي غيشوف هذا الفيديو راه غادي يعرف راسو شكرا بزاف أه كان عنده واحد الفضل كبير من بعد الله عز وجل ثم كنشكر هادو غنعطيك الاسماء ديالهم مرحبا الديفلوبرز اللي هما ايوب قشور وبطيب الوالي والماركتين هاكر ديالنا حمزه الرشام والديزاينر ديالنا عبد الهادي كوستاوي هادو كنشكرهم بزاف على المجهود اللي كيديروا معايا وعلى رحابه صدرهم لانني في الخدمه فين نقير بزاف شكرا دونك المنصه شنو كنلقاو فيها المنصه دابا خدامين على كنطوروها هي فيها واحد لي زوديو فيها واحد الصوتيات ديال داكشي اللي كتحتاج باش تواصل باللغه الانجليزيه في النهار مم. هاد المنصه هادي كتاخذ ليها لاكسي كتسمع لي زوديو بالطريقه اللي حنا كنعطيوك بالوقت اللي حنا كنعطيوك موراها كتجاوب على واحد لي كويز ملي كتجاوبهم كدوز للمرحله الاوليه مستوى, مستوى اخر وانت غادي حتى كتسالي اللي كياخذ منك هادشي كامل كياخذ منك واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه في النهار مده ديال 3 شهور وكطلع مع كتولي قادر تهضر باللغه الانجليزيه مزيان دابا اللي غادي نزيد فيها هما حويجات اللي عندهم علاقه بالجيميفيكيشن عندهم علاقه ب كنقول لها بالعربيه اللعابه يعني يعني, يعني ما يبقى يوليو دي بودكاست يوليو دي فيديو لا ما غيبقى ما يكونش دي فيديو ولكن الريوردز هذوك المكافئات اللي <applause> هضرت لك عليهم هما اللي غيكونوا على شكل فيديو كل ما تعلمتي كل ما كتكافئ ب... بالضبط اشياء اخرى بالتوفيق اخويا ميلود بالنسبه للضبط. بالنسبه للماجي لـ... من ديما وانا باغي نعرف واحد المساله وربما كاين واحد فئه من الجمهور باغي تعرف هي واش كل شيء عنده القابليه انه يستمتع بلا ماجي ولا راك عارف كيكون كي دائما واحد التخوف ولا ما تصدقش معايا هذاك الشيء كذوب فهمتي دابا احنا عندنا هذه العقليه ديال السكيبتيك في المغرب كاينه في المغرب كنشكوا في الحاجه كنشكوا احنا تربينا بديك العقليه ديال ش واحد السيد الله يذكره بخير واحد العقليه القافز انا ما غاديرهاش بي انا ما غدير لا ماجي از نو باوت ذات ماشي على هذا الشيء بالضبط لا ماجي كيف ما قلت لك قبيله واحد الهديه واحد الهديه كتشاركها مع شي واحد ما يمكنش انا نجي نعطيك كادو اخي اسامه وتكريتيكيه تقول لي كادو غادي واخا يكون خايب واخا يكون بسيط واخا يكون ما عجبكش واخا يكون ما غتخدمش به ولكن كتفرح بلو جيست اللي دار معك دابا لا ماجي هي داك الـ داك الـ داك الـ الاحساس اللي كنبارطاجي انا وياك باش كنجي كندير انا وياك واحد اللعبه وكنعاود لك واحد القصه وكذا فهمتي احنا عندنا في المغرب هذه القضيه شويه صعيبه الشباب اللي جايين بالعكس تيتقبلوا فرحانين اه الجينيراسيون اللي قبل اللي شي شويه كما قلت لك باقي فيهم داك سكيبتيزم ولكن الماجيسيان بحد ذاته كيلعب واحد الدور كبير في واش داك الشخص غيهز لاكارد ولا غيهبطها حتى لي ماجيسيان ممكن تطمئن الحال حيت انا مثلا باش كندير لا ماجي شنو كنجي كنقول اول حاجه كنقول للشخص اللي قدامي ارتاح لا بغيتك تعاونني في واحد اللعبه ما يمكنش شي واحد طلب منه يعاونك وما يبغيش ولا ماجي ما يمكنش ديرها بوحدك ماشي بحال القيتارة ندير الجيتار بحال هكا ونسمع مع راسي بوحدي لا ماجي خاص جوج الناس ولا ثلاثه ولا اربعه مم. دونك انا ملي كنجي كنقول لك عاونني حنا مغاربه عاوتاني كرماء ما يمكنش تقول شي واحد عاونني وما يعاونش واخا يكون ما قادرش دونك ملي كتقول لي بغيتك تعاوني كينزل لاكارد كيدخل كيرتاح ويستمتع معاك وكاين اللي كيبدا يعاود لك تيقول كانت عندي واحد ليستوار مع لا ماجي واحد السيد تلاقيتو ودار تيبدا يعاود لك ميلود كيفاش كتخيل راسك من دابا 25 سنه بلا ما تجاوب على السؤال حتى حنايا مع ليكيب دو ريداكسيون ليكيب دو برود كنديروا شي بركه ديال لا ماجي اوكي حنا تكلفنا وتخيلناك من دابا 30 سنه واو نشوفوا النتيجه اها <applause> الصوره ما عمرك كان ممكن تخيلها ولا تصورها ولا كاع ترسمها الرياكسيون ديال ياك هذا ياك هذا نتايا انا تقريبا نتايا لا لا انا هذا نتايا في هاري بوتر 2040 دبل دوخ ماشي دبل دوخ اش بان لك؟ شنو تقول لهذا السيد هذا؟ ماجيسيان الله يعطيك <تسجيل> كاين إحنا كنديرو لا ماجي اخويا ما تحقرناش حتى <تسجيل> كان يا اخويا وا اخويا الله يخليك بصحتك <تسجيل> امين <تسجيل> يا رب وان شاء الله بطول العمر أنا وصلنا لنهاية الحلقه كلمه اخيره كان لي الشرف أن نكون معكم شكرا محبطة. حيت سولتوني على شي حوايج اللي كنت كنفكر فيهم غير لراسي ما عمري شاركتهم شكرا تبارك الله عليك وان شاء الله توفيق ونجاح. الله <تسجيل> وصلنا لنهاية الحلقة تهلاو بزاف في راسكم وبيناتنا باتشوك.